لكل المقادير، فيه السمنة 3 كوب طحين، 2 كوب سكر، نص كوب كاكاو، نص معلقة قرفة، نص معلقة كربونة، رشة ملح، معلقة فانيلا، 3 معالق بيكنج باودر. بنجيب 5 بيضات، نفصل البياض عن الصفار، كوب وربع حليب. تعالوا نخلط المقادير نشوف كيف. بنخل الطحين، بنديره أول إشي، بنضيف عليه البيكنج باودر وشوية القرفة، بنحركهم مع بعض. يلا بنضيف كوب السمنة، بنحركها عبال ما يصير لونها أبيض. بعد ما حركنا السمنة بندير الكاكاو عليها، وندير السكر عليها، بنحرك لمدة 3 ساعة، بعدين بنضيف صفار البيض، نحرك شوية شوية، نضيف شوية شوية حليب، بعدين بنصير ندير شوية حليب مع شوية طحين. طحين بطير يلا. بعدين بنكمل ندير بقية الطحين. بعدين بنخلطه مع بعض. بنضيف الفانيلا على بياض البيض. ونخلطهم مع بعض. البيض والفانيلا خلطناهم مع بعض ونديرهم على الكيس. نخلطها مع بعض. بنجيب طنجرة الكيكسة ودهناها سمنة وطحين، بندير الخليط في الطنجرة، بنسيبه نص ساعة، بعدين بندخله الفرن. كريمة الفراولة، هي الكيك صار جاهز معنا. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك، واشتركوا بالقناة سبسكرايب. يا الله ما أحلى ريحتها، يا الله ما أحلى ريحتها. طيب
اهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد. يلا اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم. رغد توصل.